فكرة إن إحنا عايشين مع بعض مسلم ومسيحي وعمر ما كان بيننا مشاكل، دي سمة الأمة الإسلامية في تاريخها كله، من لدن سيدنا رسول الله اللي دخل المدينة وكان فيها أهل كتاب من اليهود، كتب معاهدة ويقول فيها أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وأن بينهم النصرة على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن النصرة للمظلوم، دي بيسموها صحيفة المدينة. ومن بعد سيدنا عمر بن الخطاب لما رفض يصلي يوم فتح القدس كما في تاريخ ابن خلدون، دخل الكنيسة ثم سأل وقت صلاة الظهر كده: عايز أصلي؟ فقيل له: صلي في مكانك. قال: لا. ثم صلى على الدرج على السلم بره، وقال: حتى لا يأتي المسلمون فيقولون صلى هنا عمر فيأخذ هذه الكنيسة. فكأنه خاف على مستقبل الكنيسة، وهي دين سيدنا عمر يرى أنه يختلف مع عقيدته، لكنه بيحترم أهل هذه العقيدة. مروراً بالإمام الأوزاعي، أحد أكابر أئمة أهل الشام، مدفون في لبنان، يوم حصل في عهده اعتراض من بعض نصارى جبل لبنان على بعض الولاة، فهم الحاكم بطرد جميع النصارى. مين اللي وقف له؟ الإمام الأوزاعي اللي متعلم، ده من كبار العلماء، اللي العلم ملاه بالرحمة والود والاحترام، احترام الإنسانية والبحث على النقاط اللي بنتلاقى فيها حتى مع من يخالفنا في العقيدة، ووقف وقال: كيف تأخذ العامة بذنب الخاصة؟ ورفض أن هو يطرد النصارى، ولقب وقتها بشفيع النصارى لهذا الموقف الحازم أمام الوالي أو الخليفة. مش بس كده، لما الشيخ ابن تيمية أثناء حرب التتار نزل التتار لدمشق وأسروا شعبها من مسلمين وأهل كتاب، فأرسل السلطان ابن تيمية ليفاوض التتار، فقالوا له: هنسيب لك المسلمين بس. فقال: لا، بل أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، فإننا لا ندع أسيرا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. سبحان الله، هو متعلم أن الشريعة أباحت للمسلم أن يتزوج من المسيحية، وأبوها يبقى حماية، وأخوها يبقى صاحبي، وعيالي يروحوا بيتهم بيت جدهم. بل وفي كتب الفقه لما تقرأ أن أنا أوصل مراتي لو مسيحية لغاية الكنيسة تعبد ربها بعبادة هي تخالف عقيدتي، لكني أحترمها وأحترم عبادتها، لكم دينكم ولي دين، ويبقى بينا عيش وملح، ونقعد على ترابيزة واحدة في منتهى المحبة والأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. دي آية تحليل الأكل من طعام أهل الكتاب، وآية الزواج من الكتابيات. حتى أدخلهم الإمام النووي في معنى الأخوة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: المراد بالأخوة هنا الأخوة العامة التي هي أخوة النسب البعيد العالي، ويدخل في ذلك غير المسلمين، لأنهم إخوة في النسب من جهة أن أبا الجميع آدم عليه السلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، فيكون المقصود بالأخوة أعم من أخوة الإسلام. فلما أقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم وغير المسلم، وكل فهم يبعث على الكراهية أو انتقاص الشخص أو سلبه أي شيء من حقه، ده عكس وصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. اللي هيقفلك لو عملت كده في حد بيخالف دينك، انتقصت من حقه، اللي هيقفلك سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. ده الفهم اللي مشايخنا علمهولنا، وده المنتشر في كتب أئمة المسلمين، والظاهر في سلوكهم عبر التاريخ. إحنا أمة حب وأمة أخوة مع العالمين، وليس فقط مع المسلمين. فاللهم يا علي يا كبير، من علينا بالعقل المستنير، واجعل بلادنا أمانا للعالمين، وأصلح حال من أخطأ فهم هذا الدين.